كابتن بلال، يمكن انا قلت لك بعد تلت ساعه من الشوط الاولاني واحنا بنتفرج، شكل جملتك اللي انت قلتها لي هتتحقق فعلا النهارده، والسيناريو كان ماشي للنادي الاهلي. بس ليه النادي الاهلي ما قدرش يستغل تفوقه والنقص العددي كمان الشوط الثاني بالنسبه لرجاء المغربي؟ شوف يا كابتن، انا يمكن من الماتشات اللي انا يعني ضايقتني الحقيقه النهارده، ماتش ضايقني جدا. يعني عندك كل حاجه، سجلت هدف في اول 10 دقائق، سجلت الهدف الثاني في الدقيقه 23، تمام. انت مسيطر بشكل كبير جدا على كل حاجه في الماتش، بتلعب فرقه عندها الاثنين السنتر باكس والاثنين الرايت باك والليفت باك، الاثنين في أسوأ حالاتهم الفنيه، تمام. حارس المرمى ابتدى مهزوز في بدايه الماتش، عندك كل المقاومات انك تسجل. شريف كرة عرضية بيضيعها، برستاو بعديها شريف واحدة تانية اللي هي تسجل، اللي هي جت منها البنالتي. المباراة كانت مهيئة ان الاهلي يكسب النهار 4-4-4-5. احنا كنا رايحين، احنا بنتكلم النهارده يا جماعة، طب احنا عايزين نخلص الماتش ما نروحش المغرب، يعني عايزين نكسب 4 ما نروحش المغرب يعني. وكانت كل الظروف متاحة بالنسبة لك. احيانا بيبقى في مكسب يزعل، ده مكسب يزعل جدا الحقيقة. مكسب يزعل. بص، نتيجة 2-1 هي اصعب نتيجة في كرة القدم، وضع طبيعي. 2-1-1-0 خلاص، خرج صح، تمام، خلاص المباراة. بس ان شاء الله ان شاء الله. لكن انت بتتكلم عن النادي الاهلي برضه، أيوة يعني طبعا، ما بتتكلمش على فرقه ضعيفه، بتتكلم عن النادي الاهلي. عنده امكانيات وعنده قدرات وعنده سبيريت وعنده جمهور وعنده اعلام وعنده حاجات كتيره جدا جدا جدا، تمام، وعنده تاريخ، تمام، بالزبط. في اللقاءات الصعبه دي برضه عنده تاريخ، بالظبط. لكنها مباراه صعبه، مباراه صعبه هتكون هناك، ده وضع طبيعي. احنا صعبنا الماتش بالهدف اللي جه فينا في الدقيقة 45 أو 44، صعبنا الماتش جدا، دخلناهم. كنت بقول لك يا كابتن في قبل الشوط الأول، المباريات اللي زي دي بتبقى محتاجة روح قتالية عالية. أيوه. أنت لما سجلوا الهدف هم روحهم القتالية ارتفع. ارتفع بشكل كبير جدا، صح. ومع ذلك أتيحت لنا فرصة من أهم الفرص في الماتش اللي قتل الماتش مرة تانية بركلة الجزاء وكارت أحمر كمان في الدقيقة 59، يعني أنت عندك نص ساعة بتلعب زيادة لعيب. كابتن اتكلموا فنيا، انا النهارده بشوف ان مستر موسيماني غير موفق على الاطلاق في التغييرات، على الاطلاق في يعني في 90% من التغييرات، تمام. انا مطرود من اللعيب، مطرود من الفرقه الثانيه لعيب، انت افضل، طبيعي جدا انك وانت بتغير الحته اللي قدام خلاص. انت يعني انا يعني في كره القدم بتبقى معروفه، سيناريو معروف، الفرقه اللي بيطرد منها لعيب بترجع تلعب 8 ولعيب قدام بتتمركز في القلب، فانت بيبقى عندك الفرص المتاحه بالنسبه لك انك تعمل الكرات العرضيه. ولعب النادي الاهلي اكتر من حوالي 20 كروس عرضي من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، اجاد هاني بشكل كبير جدا في الكرات العرضيه. كان من الطبيعي انك تلعب باثنين راسين حربه في الوقت ده، تلعب بشريف وتلعب بحسام حسن كراسين حربه اثنين، ممكن او استغلال حسام حسن، ممكن نقول امكانياته البدنيه ممكن تسمحلوش ان هو يعمل سبرنتات ويلعب بره الملعب لعودته من الاصابه، لكن وجوده في ال 18 كان هيبقى امر مهم بالنسبه لي. يعني انت كنت ضد التغيير بتاع محمد شريف بعد الطرد؟ ضده تماما. مين يا كابتن في فرقه النادي الاهلي في الثلاثي في الرباعي الامامي بيلعب بدماغه؟ مين؟ ولا واحد، ولا لعيب من اللعيبه اللي موجوده في الملعب بيعرف يلعب بدماغه. عشان نبقى احنا كمان منطقيين في الكلام اللي بنقول، أيوك. فكان من الطبيعي انك تلعب باثنين راسين حربه، عملت كثافه عدديه، يبقى في لعيب كمان بيعرف يلعب بدماغه، تستغل الكرات العرضيه اللي موجوده، اللي اتلعبت اكتر من حوالي 20 ما بين ركلات كورنيه واحده بس شوليه خدها وحطها، وما بين يعني كروسات عاديه، كروسات، تمام، اكتر من 20 كوره، وللاسف ما فيش اي حد، ما عندكش اللعيب اللي بيقدر يشتغل في الحته دي. التغييره بتاعت ايمن اشرف بمحمود وحيد يعني تغييره بالنسبه لي ليها علامات استفهام. انت برضو انا مطرود من الفرقه واحد وانا مسيطر وفرقه بتلعب ب 10 9 لعيبه في ال 18 بتاعها وبغير باك ليفت الباك ليفت، انا كان ممكن اغير الطريقه والعب بثلاثه واحط واحد برضو هجومي يلعب في الحته الهجوميه اللي قدام وازود الكثافه العدديه، خاصه انت كمان حتى وهم بيلعبوا بكثافه عدديه اي كره من القلب متاحه ان هي تتسجل هدف، اي كره من القلب